السلام عليكم، أهلا بكم إخوتي. اليوم في هذا الفيديو حول شعبة الحقوق في الجامعة. يعني شعبة الحقوق هي من يعني أكثر الشعب استقطابا للطلبة، وكذلك من أكثر الشعب توغلا في مجال يعني الإدارات ويعني سوق العمل، بحكم أنها تشمل كل الإدارات. اليوم راح نشوف الجامعة وش نقرأ في هذه الشعبة. طبيعة الحال المعدل المطلوب للقبول من أجل هذه الشعبة كما تعرفوه هو 10. يعني أي إنسان يعني دار البكالوريا ب10 يعني يقدر يلتحق بشعبة الحقوق. وبطبيعة الحال كثير من الطلبة اللي ما يتوجهوش إلى شعب مختارة لديهم راهم يتوجهوا تلقائيا إلى شعبة الحقوق لسبب أنها يعني معدلها هي من أقل المعدلات كغيرها من الشعب. الشعبة فيها 3 مراحل: الليسانس 3 سنوات، الماستر 2 سنين، والدكتوراه يعني 3 سنوات وأكثر في الألمدي. الحقوق كما تعرفوا ليس لها علاقة بالتعليم، يعني راح تكون تقريبا موجهة للإدارة والإدارات العمومية. مرحلة الليسانس وش يقرا الطالب؟ مرحلة الليسانس مقسمة كذلك إلى في 3 سنوات إلى قسمين. يقرأ الطالب 2 سنين جذع مشترك، يعني السنة الأولى والسنة الثانية يقرأ طلبة كيف نفس المواد وكلهم جذع مشترك. أما في السنة الثالثة والأخيرة من مرحلة الليسانس يتفرع الطلبة ويتخصصوا إما قانون خاص وقانون عام، قانون خاص أو قانون عام. خلينا نشوف فقط ساعة أولا وش يقرأوا الطلبة في السنة الأولى والثانية جامعي حقوق، يعني ما هي المواد اللي يدرسوها. بطبيعة الحال هي مواد متعلقة بمقدمة أو نظرة أو دراسة عامة لعلم الحقوق وكل مجالاته بكل يعني ميادينه. يعني مثلا راح نقول لكم الآن مجموعة المواد وتشوفوا معايا كيفاش يعني هذه المواد كلها يعني بتنوعها، قانون أسرة، قانون إداري، قانون دستور، قانون علاقات عامة وهكذا. إذا سنة أولى لما يلتحق الطالب بالحقوق يدرس المواد التالية، وهي أولا مدخل إلى العلوم القانونية، يقرأ فيه تعريف القانون وهكا ونظرية الحق وغيرها، يعني أساس الأسس الرئيسية للقانون العام. كذلك بالإضافة إلى مدخل العلوم القانونية يدرس كذلك قانون دستوري، يعني دراسة الدستور نتاع الدولة وكيف ينظم الدستور العلاقات بالمؤسسات الدولة والمؤسسة السياسية. كذلك يدرس مادة أخرى وهي قانون إداري، يعني كيفية التنظيم الإداري قانونيا الإدارات العمومية. يعني هذه المواد في 3 مدخل العلوم القانونية، قانون دستوري والقانون الإداري، شكل لنا الوحدة. كما قلنا قبل أنه في الألم دي يعني المواد راهي مقسمة إلى وحدات، وهذه الوحدة فيها 3 مقاييس كما قلنا: مدخل القانونية، قانون دستوري، قانون إداري، كلها دي تي دي، يعني كلها تدرس في قاعات الأعمال الموجهة. وفي الحقوق هذه هي فقط تقريبا يعني المواد أو المقاييس اللي فيها تي دي، أما باقي المواد والمقاييس كلها محاضرات. وهذه من أهم ميزات الحقوق، لذلك كثير من العمال اللي ما عندهمش وقت لما يقرأ يحب يقرأ في الجامعة يختار دائما الحقوق. لماذا؟ بسبب اولا هذه الميزه، يعني عندك في السمانه 3 تي دي تحضرهم والباقي راك مخير، راهم ديكور. فهمنا؟ اذا هذا من 3 وحده لازم تفي مع 10 باش تطلع العام تاعك. ثم عندك كذلك مواد اخرى بالاضافه الى هذه الوحده الرئيسيه. عندي منهجيه ندرس فيها منهجيه البحث العلمي وكذا المدرسه القانونيه المختلفه ومناهجها، هذه وحدها. عندي كذا تاريخ النظم، يعني تاريخ المؤسسات القانونية عبر الحضارات وعبر التاريخ وتاريخهم وهكذا، هذه كذلك ما يعني مقياس مهم، نظرة تاريخية على القانون وتطور القانون والمؤسسات القانونية في يعني في عبر التاريخ. عندي كذلك قانون المجتمع الدولي، قانون المجتمع الدولي هنايا كيفاش يعني القانون العالمي للعلاقات الدولية والقانون يعني الوطني والعالمي للعلاقات الدولية. هذه المواد تاريخ نظم وقانون المجتمع الدولي مع بعضهم وحدة، فهمنا؟ وحدة. كذلك عندي موديل آخر وهو موديل المصطلحات، يعني في الغالب يكون يعني هو لغة أجنبية
نقدم من خلالها مثلا فرنسيه انجليزيه مصطلحات قانونيه باللغه الاجنبيه هذيك، يعني باش الطالب يكون يعني متمكن في الميدان زيرو حتى في اللغات الاجنبيه، تعرفوا خاصه في الفرنسيه في الجزائر يمشي الاداره الجزائريه تقريبا معتمده على اللغه الفرنسيه، اذا الانسان لازم يعرف يعني مصطلحات قانونيه باللغه الفرنسيه او الانجليزيه كذلك مستقبلا ان شاء الله. ثم عندي مصطلحات وحده وحدها، كذلك مقياس مدخل الشريعه الاسلاميه، هنايا نظره الى الشريعه الاسلاميه والتقنين القوانين في الشريعه الاسلاميه. ثم كذلك عندي اقتصاد سياسي، يعني ندرسوا الاقتصاد وعلاقته بالقانون السياسي والامور السياسيه والقانونيه. مدخل الشريعه الاسلاميه واقتصاد سياسي هما في وحده واحده، كما تشوفوا اخوتي معايا كما هنايا، هذه كل مواد اللي الطالب يدرسها في السنه الاولى، وكذلك يعني اغلبها السنه الثانيه، وانما تبدل بعض المواد في السنه الثانيه جامعي شعبه الحقوق. عندي كما قلنا طروات يدي فقط هم الاوائل اللي ذكرناهم، والباقي كلها محاضرات. لذلك من اهم ميزات الحقوق كما قلنا انها يعني من اكثر الشعب مساعده للطلبه العاملين، يعني اللي يخدم ما عندوش وقت بزاف من حب يلتحق بالجامعه، يعني هذه افضل شعبه لانه فقط يحضر ثلاث مرات والباقي كلها محاضرات، يقدر يعني يعوضها حتى بالبوليكوب ولا يعني مساعدة الزملاء. الآن قلنا قضية السنة الثالثة جامعي راح تخصص إما قانون عام وإما قانون خاص. ما هو القانون الخاص والقانون العام؟ القانون الخاص السنة الثالثة جامعي تدرس فيه تخصص فيه في القانون المدني، يعني قانون الأسرة صفة خاصة. كذلك تدرس مواد عن القانون التجاري بالمؤسسة التجارية، وكذلك يعني قانون الاحوال الشخصيه كما قلنا يعني هذه كلها ندرسوها في القانون الخاص، خاص بالمؤسسات علاقات تجاريه والاسره. اما التخصص الاخر سنه ثالثه جامعي وهو القانون العام، هذا يتضمن فروع مثل قانون دستوري، يعني عام تاع الدوله تقريبا، مش الافراد ولا المؤسسات، هذا خاص تقريبا يتعلق بالدوله ككل، يعني مثلا في قانون دستوري، تقرا القانون الاداري العام، تقرا القانون الدولي وكل ما يتعلق بتنظيم علاقات الدولة او الولاية او البلدية او يعني احد الادارات العامة، هذا هو القانون العام. دستور، الادارات العامة، قانون دولي، قانون الولاية والبلدية وهكذا. فهمنا جيد جدا. الان في الماستر، في الماستر راح تخصص اكثر فاكثر، يعني الشخص اللي اختار أو وجه إلى القانون الخاص السنة الثالثة عنده خيارات أخرى في يعني تخصص في الماستر، تخصص أكثر وأكثر. في الماستر يقدر يتخصص في قانون الأحوال الشخصية الأسرة صفة أكثر تعمقا، هذا قانون خاص، هذا السنة الثالثة قانون خاص، قلنا قانون الأحوال الشخصية والأسرة، قانون الأعمال، قانون العقاري النزاعات العقارية، قانون التجاري، مسؤوليه والعقود، هذه كلها تخصصات يعني حسب الجامعه، كاين جامعات فيها هذه التخصصات كل، كاين جامعات فيها فقط اثنين تخصصات، يعني انت الجامعه اللي راك فيها. نعاود. قانون خاص يأهلك باش تأهل الماستر في التخصصات الآتية: قانون الأحوال الشخصية، قانون الأعمال، قانون عقاري، قانون تجاري، مسؤوليه والعقود. الآن القانون العام، لما تخرج بليسونس قانون عام تلتحق بالماستر تقدر تخصص في الماستر في فرع الدولة والمؤسسات العمومية، القانون الإداري أو قانون البيئة، بعض الجامعات فيها قانون البيئة كذلك، كذلك قانون الإدارة المالية، إدارة مالية، القانون الجبائي، والقانون الدستوري، والقانون الدستوري. نعاود، تخصص يعني ليسونس قانون عام يأهلك باش تتأهل في الماستر تدرس دولة المؤسسات، قانون الإداري، قانون البيئة، إدارة مالية، قانون جبائي، وقانون دستوري. خاصة الإداري والجبائي هم أهم يعني تخصصات في قانون العام، ماستر الإداري والجبائي. فهمنا؟ جيد. كاين حقوق الإنسان تخصص كذلك في الماستر في القانون العام، حقوق الإنسان كذلك موجود بعض الجامعات. كما تعرفوا هنايا كما قلنا أنه الحقوق فيها فقط ثلاثة ديات والباقي كلها يعني محاضرات، ولكن الحقوق كذلك من الشعب اللي تميز يعني بكثرة البحوث، تقريبا في كل مادة عندك بحث تحضره وتلقيه.
بس تحصل على نقطه تدي لانه بالجامعات ما تعرفوا بس طلع معدل الماده عندك نقطه تدي زائد نقطه الامتحان على 2 تجيب 10 طلعت الماده تدي في الغالب تكون على يعني تقريبا على ممكن امتحان خفيف او عفوا على بحث تقدمه اكسبوزي ولا بحث في يخصك الماده يعني موضوع يخصك الماده انك تقرا فيها في كل تقريب ماده كاين عندك بحث هذه ميزه تخص يعني وهو شيء يعني مساعد الطلبة لأن الطالب يعد يختم ولا يعمل ولا من ما يحضر فقط يحضر بحثه في البيت ولا في المكتبة ويبقى يحصل عليه يعني نقطة تدي. الآن كما قلنا في الامتحانات نفس الشيء عندنا سداسي أول وسداسي ثاني امتحان الأول امتحان ثاني رطباج الأول رطباج الثاني نفس الشيء. كما قلنا من أهمية الحقوق أنها يعني تعاونك إذا كنت موظف يعني ما كانش رقم في قضية الحضور ولا الجامعة والدراسة فقط رواتبي كذلك قلنا فيها قضية البحوث تساعدك بتجيب نقطة مليحة كذلك الأمر الآخر كذلك مهم وهي أن يعني ليسانس أو الحقوق هذه يعني مهم جدا حتى الموظفين يعني أنه يعطوهم نقاط كل شخص في أي مجال في الإدارة ولا في التعليم ولا كذا لما يحصل ليسانس حقوق يأخذ نقاط باش تساعده باش يترقى السلم الإداري لذلك كثير من يعني من الضباط وعمال الأمن والمؤسسات والإداريين يقرأوا حقوق رغم أنهم متوظفين علاه لأنهم يحصلوا على نقاط زايدة ترقيهم أكثر فأكثر في سلم ترقيات بفضل هذه الشهادة المتعلقة بالقانون تعرف القانون معناتها تعرف كلش تعرف الدولة الآن آفاق هذه الشعبة ما هي عندنا ثلاث مجالات مجال العدالة في مجال العدالة تقدر تكون قاضي يعني بالليسانس أو بالماستر كي تخرج حتى بالليسانس تفوز كونكور مسابقة وطنية إذا كان نجحت تروح تقرأ قاضي تصبح قاضي كذلك محاماة بالليسانس أو ب يعني الماستر لما تكمل الدراسة تاعك يعني أنا ما كانش كونكور تتخلص فقط يعني الدورة تفتح من يعني من عام إلى عام أو سنتين تفتح مش نسموها كابا يعني تخصص تأهيل يعني محامين يتخلص تدراهم مبلغ معين تلتحق بالكابا وتقرا مثلا عام ولا مش عارف ومن بعد كي تخرج ديال ستاج تكذاك عام تكوين عام ثم تصبح محامي يعني هنايا قضيه فقط يعني لما تخرج تسلك دراهم تصبح محامي فقط دراهم تقرا فقط ماشي يعني ما كونكور ولا حاجه كذلك محضر قضائي لوسي يعني اللي وقف على تنفيذ القوانين تنفيذ القوانين في مختلف المجالات المحضر القضائي كذلك لازم كونكور وطني كونكور باش تلتحق به كذلك موثق يعني من افضل من احسن يعني التخصصات موثق موتور كذلك هناك كاين فيها كونكور باش تلحق بها كذلك كاتب ضبط يعني في مؤسسه العداله كاتب ضبط هذا تخصص يعني وظيفه معينه كاتب ضبط كذلك اذا كان حبيت تلتحق بالجيش بالامن بالشرطه بالدرك فيعني من خريجين الحقوق ولا حتى درس حقوق سنه ثانيه ثانوي ثانيه جامعيه وثالثه جامعي عندهم أولوية على غيرها لماذا؟ لأنهم كما قلنا أدرى بالقانون الوطني والقانون الدستوري كل شيء إذا أفضل تخصص من أجل متجاجي التحق بالأمن ولا الشرطة ولا الدرك وهو شعبة الحقوق يعني تساعدك كثيرا وعندك أولوية في القبول على غيرك كذلك عندنا في قضية الإدارة الحقوق معروفة أنها يعني شعبة الإدارة يعني كل الإدارات الوطنية سواء إدارات سياسية إدارات مؤسساتية ادارات تاع مثل البنوك ادارات كلها يعني يعني تقبل طلبه الحقوق يعني طلبه الحقوق يقراوا فيها فهمنا يقراوا عفوا يتوظفوا فيها يتوظفوا في هذه المؤسسات في هذه الادارات مختلف الرتب مختلف الرتب والترقيات فهمنا اذا حقوق خاصه هي مخصصه بالاداره وليس بالتعليم لا علاقه لها بالتعليم كذلك الشركات مش عارف انا يا تكون رئيس مش عارف انا يا في اداره البنوك تكون مش عارف انا يا حتى رئيس مثلا في البلديه رئيس الولايه رئيس يستحسن انك عندك إلمام بالقانون وهذا يتم من خلال انك درست الحقوق فهمنا درست الحقوق اذا خاوتي هذا هو كل يعني نقولوا على الموضوع شعبه الحقوق وهي الشعبه المتخصصه كما قلنا في التوجه الاداري والقانوني بكل شعبه و يعني وتفرعاته.
الشعبة ما هيش صعبة جدا، فقط الإنسان يعني يعطيها حقها من أجل يأخذ يعني السنة تاعه ليسونس ثم الماستر، إذا حاب يكمل دكتوراه باش يولي أستاذ جامعة يكمل دكتوراه، يولي أستاذ جامعي في الحقوق في أي تخصص معين. يعطيكم الصحة أخوتي، بارك الله فيكم.